فقرتنا الفنية اللي بنتكلم فيها عن حياة فنانين من زمن الفن الجميل. النهاردة هنتكلم عن واحد من الفنانين اللي غيروا شكل الكوميديا يعني، ورغم الأفلام الجميلة اللي عملها وأمتعنا بيها، إفيهاته الأشهر في تاريخ السينما المصرية الحقيقة والأجمل، لكن حياته كان فيها الكثير من المشكلات، خاصة في نهاية حياته، وكانت ربما حياة مأساوية شوية في نهايتها بسبب اللي تعرض له. وهنعرف تفاصيل الحياة الخاصة للفنان الكبير الراحل عبد الفتاح القصري النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا، الأستاذ إلهامي سمير الناقد الفني. أهلا بك يا أستاذ إلهامي. صباح الفل. صباح النور. صباح الخير يا أستاذ إلهامي. خلينا نبتدي بالطفولة، ما بين الدلع الشديد جدا من الجد وقسوة الأم والأب في البداية. هو جده كان بيدلعه قوي يعني، طبعا هم كانوا كلهم تجار ذهب زي عيله اسماعيل ياسين بالظبط. فكان عندهم مشكله في العيله ان هم اولا ما بيخلفوش صبيان، العيله معظم اللي بيتخلف بنات واللي بيتولد منه صبيان بيموت. فالجد كان قاعد مستني الحفيد ده يعني بفارغ الصبر، لدرجه ان هو ابنه لما اتاخر فقال له لا طب خلاص نجوزك واحده ثانيه. يعني وفي رحله البحث دي الست بقت حامل فجاه، وبعد ما خلفت عبد الفتاح خلفت كمان 2 ولد وبنت. فعبد الفتاح اول ما جه جده طبعا 7 ايام افراح في الجماليه، كل يوم يذبح له عجل. وبعدين بدا عبد الفتاح يبقى هو يعني الفرخه بكشك عند الجد ده، فبقى ياخده معاه القهوه اللي بيقعد عليها طبعا مع المعلمين والفتوات. ومن هنا هتلاحظي التكوين بتاع شخصيه عبد الفتاح جه منين. وهم بيقولوا انه كان في الفتره دي معلم صغير يعني بيعمل جلابيه زي جده، حول نفسه حول جده، قاعد طبعا بيتكلم زي جده، فالناس تقول له يا معلم ده يعني نسخه صغيره منه، فقال لهم اه ده اللي جاي بعد كده. فالاب والام حاسين ان ابنهم رايح في مرحله خطر، يعني طبعا بيسهر في القهوه وما بينامش كويس، هم مش عايزينه يطلع معلم. لا فقالوا له لا بص احنا بقى هندخلك مدرسه ولاد الزواج. فراحوا لابوه طبعا فقال له ايه المدرسه؟ قال له في مدرسه اسمها الفورين باين ولا الفورير، ما اعرفش احنا ندخله المدرسه دي. فراح المدرسه فبصوا لقوا معلم صغير كده، لا ده ما ينفعش عندنا في المدرسه، ده لازم بنطلون وقميص. فقال لهم مش مشكله يعني هتاخدوا كام 100 جنيه ندفع لكم اللي انتوا عايزينه. وجاب له واحد مخصوص يشيل له الاكل ويشيل له حاجته ورايح المدرسه وراجع من المدرسه. وبعدين بعد شهر اتصلوا بابوه او بعتوا لابوه قالوا تعالى خد ابنك. ايه يا جماعه اللي حصل؟ قالوا له ده المدرسين بيسالوه عايز تبقى ايه يا حبيبي لما تكبر؟ قال لهم عايز افتح قهوه في الجماليه، عايز ابقى معلم. العيال الصغيره ازاي يبقوا معلمين ويتكلموا زي المعلمين. فقعدوا معايا عبد الفتاح ربنا يهديك يا ابني، يعني انت داخل مدرسه ولاد الزواج تبقى زيهم، ما تجرهمش انت للمنطقه بتاعتك. فالمهم استحمل كام سنه على مدض لحد ما خد الشهاده الابتدائيه. وطبعا لما خدها افراح طبعا في الجماليه لحد ما امه بدات تصوت وتقول لهم الواد عايز يسيب المدرسه. ليه يا ابني؟ قال لهم انا مش الحياه دي مش عاجباني. فجده طبعا اللي مدلعه قوي قال لهم خلاص الواد يعمل اللي هو عايزه سيبوه. انت عايز تبقى عبد الفتاح؟ قال له انا هنزل معاك يا جدي الورشه وابقى. وفرحان قوي يمشي في يقول لهم الواد بيرطم بالخواجاتي، اي خواجه بيجي لنا معلم انتوا عندكم حد بيرطم؟ ما عندكوش. فالمهم هو في الفتره دي جد عبد الفتاح اتوفى. فهو لما توفى راح عاش في الاوضه بتاعته مش عايز ياكل ولا عايز يشرب، لحد ما جابوا له طبعا هاتوا الحكيم يكشف عليه. فالحكيم جه قال لهم يا جماعه يعني دي حاجه نفسيه، شوفوا هو بيحب ايه يعملوها له طالما هو متاثر قوي بجده كده، وبلاش يقعد في الاوضه دي. فابوه على مضض بقى ياخده يوديه القهوه اللي كان بيقعد عليها غصب عنه عشان يسمع شعر الربابه. فهو عن طريق شعر الربابه والمشخصات اللي معاه عرف ان في واحد فيهم شغال في فرقه فوزي الجزائري. فقال له طب ما تاخدني معاك الفرقه اتفرج. فراح اتفرج انبهر بالعالم طبعا، وبعدين حس ان انا ليه افضل قاعد تحت واشجع واسقف للناس؟ طب ما انا اطلع فوق والناس دي فبدا يروح يعزم الفرقه كل يوم على الاكل. فقال له انت بتعمل يا ابني ليه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ فقال له والله عايز ابقى معاكم يعني ادوا لي اي دور. فقال له طب تعالى نديك دور صغير ونجرب، بس احنا هنعرض في المنيا مش هنعرض هنا. فالمنيا راح طبعا من ورا ابوه وهم ماشيين بالمركب، وقع من المركب وكان هيغرق، وبقى عنده عقده من يومها ان هو ما بيركبش اي حاجه ماشيه في الميه ملوش علاقه بيها، حتى لو جاي له فيلم هيصوره في اي حته ماليش دعوه. طبعا راحوا هناك اتنصب عليهم، والمتعهد تالت يوم بعت لهم بلطجيه يضربوهم. فقال له بص يا استاذ انت هتاخد الافنديه اللي معاك بالصلاه على النبي بهدومكم كده وترجعوا مصر. كان بها اهلا وسهلا، عايزين تعملوا بقى لبش وبتاع هتتضربوا برضه وهناخد حاجتكم وهترجعوا زي ما انتم. فالجزائر اللي قال له لا يا عم على ايه نروح بهدومنا وانتوا ربنا يبارك لكم في الايراد مش عايزينه. فطبعا رجع لابوه بلبس التشخيص وقتها، فقال له ايه ده عبد الفتاح؟ فقال له والله حصل كذا 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 وبتاع. فقال له طيب بص لو ده اتكرر تاني لا انت ابني ولا انا اعرفك. طبعا الموضوع فضل يتكرر كل شويه، يعني عمال يطلع من فرقه على فرقه. هو كان عايزه يشتغل ايه؟ لا كان عاجبه يبقى معلم في القهوه، ولا كان عايزه يبقى ممثل؟ كان عايزه هو عايزه يركز بقى في تجاره العيله، وغير ان هو مش عايزه يبقى ايه، هو مش عايزه يبقى ممثل، يبقى حاجه تانية. التمثيل في الوقت ده عيب،
ويحط راس العيلة في الأرض. فحتى لما راح عند جورج أبيض بيعمل مسرحية أديب ملكا ومديله دور العراف تريسس اللي هو دور مهم وقوي. فهو دخل أول يوم طبعا جورج أبيض ملك التقمص بيقول له صاهن يا ابن الجحيم، فده قام واقف متنطع وقال له وحسرتاه أن تقول لي صاهن. فالجمهور قعد يضحك وهو فرحان بقى ان الجمهور بيضحك وهو كده عمل اللي عليه. فجورج طبعا قال لهم اقفلوا الستاره وقال له ايه اللي انت بتعمله؟ بوظ لنا العرض. يعني اديك دور عراف تعمل لي عراف من الجماليه؟ قال له ما استاذ جورج ما الناس تضحك، انت عايز ايه اكتر من الناس تضحك؟ قال له يا حبيبي التمثيل مش كده. وضربه قلم وطرده وابوه كمان طرده وحرمه من الميراث. فنجيب الريحاني قعد الناحيه الثانيه يقول لهم يا جماعه احنا بندور على كوميديان. يقوم جورج ابيض يجي له كوميديان لحد عنده يطرده، وبدا يكلف مدير مسرحه شوف لي الواد ده فين هاته لي. لحد ما جابه وقال له يا ابني انا همضي معاك عقد كبير. فهو طبعا رجع لابوه فرحان قوي، استاذ نجيب الريحاني مضى معايا عقد. فقال له لا يا ابني انا لو انت هتكمل في التمثيل هو فضل والده وحرمه من الميراث ومقطعه للنهايه، لانه في نهايه حياته هو مات مفلس. يعني هل ده السبب انه والده حرمه من الميراث؟ مات مفلس لانه هو ادى كل حاجه عنده لمراته الاخرانيه اللي هي الممرضه. طب قبل بقى ما يتجوز مراته دي خلينا نتكلم على قصص الحب الاول. هو ما كانش موفق قوي في المجال ده. بص هو معاش قصص حب التقليديه بتاعت الشباب التقليدي. بس عايز اقول لك مثلا انه في مع الريحاني اول ادوار يعملها كان يعمل ادوار شاب رومانسي. يعني تخيلي عبد الفتاح الاسري رومانسي وبيسهر والبنات بتحبه وهو بيجري ورا البنات، وحتى فشل في الادوار دي. فقالوا لا نخليك بقى ايه في مع اولاد البلد والحاجات دي. اول واحده راح يخطبها هم خطبوها له عشان يبعد عن التمثيل. يعني هم قالوا طب ما نجوزه يتلهي. فراحوا الواحدة طبعا وراح يتمخطر عبد الفتاح بقى وابن عيلة كبيرة جاي. فأم العروسة قالت لها معلش والله العروسة يعني رفض عشان قصير وحول. وحتى هو كتب مقال بعد كده عن موضوع الحول وقال في ناس كانت بتقول لي ما تعالجه، يعني ما تعالج الموضوع. قال لهم لا يعني ده سبب شهرتي، ده وش السعد عليا. حتى بيقول في مرة قاعد في الترماي أنا ببقى قاعد مركز كده فقاعد قدام واحد ومراته، فهو عينيه راح ناحية الست. فالراجل قال له يا استاذ ما تخلي عندك دم، يعني بقالك فتره يعني انت ما بتشوفش حريم. فقال له والله يا جماعه احول. والناس جت تتلم يا فندي خلي عندك دم. يقول لهم والله احول. فالست قامت لهم شوف الراجل مكسوف يقول وعامل نفسه احول يا اخي مش عارف. فقام نازل واخد بعضه وقال بقى ايه كانت الناس تقابلني في السينما شد حيلك احول عايزينك احول. ما كانش متضايق خالص لا خالص الناس بتقول لا 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 بالعكس ده كان بيقول ده وش السعد عليا. ولو كان متضايق كان راح عمل العمليه زي ما الناس بتقول. تاني جوازة باظت عشان الخلفة. الناس كل شوية تقول له يا أستاذ ما يعني هتخلفوا إمتى هتخلفوا؟ قال لها بقول لك إيه تعي روحي عيش عند أهلك وأنا عند أهلي لحد ما يبطلوا ضغط علينا. لحد ما جه واحد من عند أهلها في يوم قال له يا أستاذ عبد الفتاح انزل بسرعة. خير؟ قال له تيجي معايا بسرعة البيت عندهم. فراح هناك يا عم قال له مش هدخل إلا لما أعرف في إيه جوه. قال له بصراحة عاملين لكم زار. قال له زار ليه؟ قال له ما أنتم مش هتخلفوا إلا بالزار. قال له لا إحنا ما بعلمش أنا الحاجات. قال له ما هو يا الزار يا الطلاق. قال له لا أطلق. بعد كده اكتشف ان في واحده من بنات الزواج بتيجي تقعد في المسرح عند الريحاني هو يدخل من هنا. وبعد ما يدخل تقوم عامله كده. فالريحاني قال له يا انا انت مأجر جمهور ولا؟ قال له لا والله. قال له كلنا خدنا بالنا ان الست دي بتيجي تقعد لك انت مخصوص. معجبه بيه؟ وتعرف عليها وطلعت حد من بنات الزواج واتجوزوا. طب تعالى عيش معايا في القصر بتاعي. لا لا تعيشي معايا في الجماليه وهاتي الحاشيه اللي عندك وهاتي الطباخين والسفرجيه. فلا نفسه بيصرف على 17 حد في الشهر وطبعا معهوش فلوس. فاتدين. هو ده في الفترة دي كان والده لسه مقطعه فمفيش ثروة أبوه بقى. لا مفيش بقى بس هو كان كون خلاص يعني معاه فلوس. بس الفلوس مش مكفية يصرف على 17. فحصل المشاكل فقالت له لا خلاص والله يعني يرجع معايا ما يا مش هكمل معاك. واتطلق. فريدة جوز واحدة اسمها فريدة وبعدين وصل لمرحلة إن احنا لازم نتبنى حد طالما مش عارفين نخلي. فقالت له لا أنا ضد التبني. لحد ما اقتنعت راحوا المكان اللي بيتربى فيه الأيتام ده مش لاقيين حد مناسب. فهو راجع عند البقال لقى واد صغير كده 12 13 سنة قاعد جنبه. قال له مين ده؟ قال له ده واحد لقيته كده اسمه مسعود غلبان بعطف عليه وبتاع. فقال له طب انا هتبنى الواد ده. قال له يا استاذ يعني انت تعرفه منين يسرقك ولا يعني اديله لقمه هدمه لكن مش تتبناه؟ قال له لا لا انا هتبناه. فطبعا مراته قالت له يا انا يا الواد ده. فقال لها لا الواد ده وكمل يعني خد الواد ده. كان عنيد جدا واضح يعني. كان لا هو كان نفسه يعيش التجربه ومش حاسس ان الموضوع ممكن يوصل لمرحله الطلاق. ما احنا ممكن نستوعب الموضوع. أيوة. يعني ليه يانا ينتي؟ طب امال ازاي اتنازل عن حاجته عشان احنا فاضل لنا دقيقه؟ ازاي اتنازل عن كل ده؟ اتنازل اتعرف هو في المستشفى على ممرضه. الممرضه دي فضلت تحوم حواليه وقالت له انا عايزه اتجوزك عشان افضل قريبه منك في ايامك الاخيره. وهو حس ان دي ممكن تاخد بالها منه وقعدت تعمل عنده مشكله في العين اصلا سببت يعني له العمى السكر صح؟ كان مش عمى بمعنى التقليدي لكن كان نظره خلاص يعني يا دوب يعني. فهي قالت له بعد 4 سنين من الجواز قالت له انا خايفه بصراحه بعد يعني بعد الشهر ما يجرى لك حاجه اهلك. فقال لها طب انا هكتب لك كل الحاجات. وبعد شهر بدات تقول له لا هات حد بقى يستحملك انا مش قادره. وبدات تعذب فيه طبعا قافل عليه في البدروم. ومن كتر جبروتها خليته يطلقها ويمضي كشاهد على عقد جوازها من مسعود اللي هو اتبناه. فوقتها عقله راح وبقى يقف في البدروم يشحت من الشباك يقول لحد اديني
ساندوتش او كوبايه شاي، فالعيال الصغيره تقول له طب قول لنا نورماندي تول قوي، فيقول لهم نورماندي تول، يقول له لا زي ما بتقولها في الفيلم، فيقول لهم فيلم ايه؟ انا ما هو مش عارف هو كان بيقولها فين، لحد ما صحفي من الجمهوريه معدي صوره ونشر الخبر، فجت ماري منيب ونجوى سالم خدوه المستشفى يتعالج. وخرج المحافظ طبعا، كانت هي باعت البيت وهربت مع مسعود، مش لاقي مكان يقعد فيه، صرفوا له معاش شهري وجابوا له شقه يقعد فيها، وبعدين اكتشفوا ان هم لما يودوه المسرح ممكن نفسيته تتحسن، فرايح على كرسي متحرك وخدوه الكواليس، طلع حي الجمهور وبقى فرحان قوي وراجع يقول لهم دي اسعد ليله انا قضيتها في حياتي. فهم بيفكروا ازاي نكمل في الموضوع ده بعدين، وكل شويه ناخده المسرح، لكن المفارقه ان هو اسعد ليله في حياته دي كانت اخر ليله في حياته وما صحيش تاني. يا خبر ده ايه الوجع ده؟ قصص القصص الحياه بتاعت فنانين زمان هي تتعمل اصلا لوحدها طبعًا افلام طبعًا. يعني احنا بنشكرك، شكرا جزيلا استاذ الهامي سمير الناقد الفني، يعني انت بتحكي لنا، حضرتك حكاية رائع الحقيقه وامتعتنا جدا جدا، ان شاء الله تكون معانا تاني الاسبوع الجاي نتكلم عن فنان تاني ونحكي حكايته. شكرا جزيلا على وجودك.